معي للحديث حول الجهود الإغاثة الدولية لإنقاذ المنكوبين جراء هذا الفيضان في السودان مدير مؤسسة الإغاثة الإنسانية دكتور هاني البنا. دكتور هاني البنا أرحب بك في أضواء أنا بس الأحلال. أصلح، أنا مش مدير مؤسسة الإغاثة الإنسانية، أنا رئيس المنتدى الإنساني. رئيس المنتدى الإنساني، شكرا لك على هذا التصحيح. دكتور هاني البنا، السؤال: هل تعتقد بأن جهود الإغاثة الإنسانية الدولية إلى حد ما كما نراه فعلا متأخرة مقارنة بحجم الكارثة التي تعيشها السودان؟ هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الجهود ما زالت يعني ضعيفة جدا، وإن قارناها بحجم الكارثة اللي هي بتصيب أكثر من نصف مليون نسمة وتدمير أكثر من 100,000 مسكن، وكذلك احنا مش قادرين نحدد مدى الخسائر التي حدثت للأراضي الزراعية والحيوانات إلى آخره، إن قارناها بما انتفض له المجتمع الدولي في جائحة مرفأ بيروت، وأن الناس قاموا ولم يقعدوا، ورؤساء جمهوريات ورؤساء الدول وأمراء ووزراء انتفضوا انتفاضة لم يجلسوا منها بعد. هؤلاء الناس لم ينتفضوا بنفس القدر اللي للسودان كما انتفضوا للبنان. أنا لا أقلل من جائحة لبنان، بل أريد أن أتوازن وأعمل معادلة أو تعادل ما بين الجائحتين. يعني الجائحة هي أصلا في الأصل يعني طبيعية، أما ما حدث في مرفأ بيروت فمش عارفين إيه سببه، انفجار حدث لإهمال أو في نظرية المؤامرة فيه، الله أعلم. أنا بتكلم على اللي هو المعيارية الازدواجية للمجتمع الدولي الإنساني. دول تصرف مليارات على حروب ولا تقف إلى جانب دولة السودان الشقيق اللي هي عضو في الجماعة العربية، عضو في الأمم المتحدة، عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وعضو في الاتحاد الأفريقي. طيب كذلك الآن تقديرك، لو سمحت، أنا بتكلم مش عن فيضان، أنا بتكلم عن التغير المناخي الذي يصيب العالم كله والذي يؤدي إلى مثل هذه الجوائح التي تضرب. طيب جميل جميل، هذه قضية أخرى مختلفة ربما سأسألك عنها، ولكن القضية الآن هذه الكارثة في السودان والمخاوف من انتشار أوبئة وحجم الخسائر الهائل الذي تتحدث عنه الحكومة السودانية كخبير إغاثي، برأيك هل هناك حاجة طارئة من قبل الأمم المتحدة فعلا للقيام بحملة كبيرة لإغاثة السودان؟ طبعا ده اللي أنا قلته، أنا قلت إحنا لم نتعامل مع السودان كما تعاملنا مع لبنان أو مع قضايا أخرى، فلذلك أنا متأكد، أنا يعني موافق 100% أن التعامل مع قضية السودان تعامل يعني لا يتمشى مع حجم الكارثة التي أصابت السودان والتي شردت قرابة نصف مليون نسمة، ولا نعرف الأمراض اللي هتصاب بها أهل السودان من كوليرا أو التساب الأمراض المعوية أو حتى الكورونا اللي هي ضربة الناس كلها في العالم. لما نتكلم عنه يا أستاذ جمال بنتكلم عن تراخي وإهمال مش فقط المجتمع الدولي العالمي، لا أبدا، حتى المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي. يعني إحنا بنحط المسؤولية الأولى على جامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي ثم الاتحاد الأفريقي ثم الأمم المتحدة ثم المجتمع الدولي ككل. أين المؤسسات الكبيرة الإسلامية والعربية إلى آخره من هذه الجائحة؟ وليه إحنا شفنا شباب كتير جدا 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 وصلوا لبيروت ولم يصلوا إلى الخرطوم؟ أين هؤلاء الشباب؟ طيب هذه الكوارث أكيد أنت عايشت كوارث مثلها، كوارث الفيضانات هي ليست جديدة، لكن نعم. آثارها ممكن تكون بعيدة المدى، يعني مثل ماذا؟ أنت ذكرت أمراض كوليرا، لكن ما الآثار فعلا العاجلة التي ترى بأنه يجب أن تعالج الآن بعد هذا الفيضان؟ حضرتك بتتكلم دلوقتي على نص مليون شخص ما عندهمش مأوى وما عندهمش مطعم وما عندهمش ماء صالح للشرب، فدي كارثة. أين المأوى والمشرب والمطعم وكذلك اللي هي المواد الصحية أو الأدوية البسيطة لتمنع حدوث مثل هذه الأمراض المعوية أو الكورونا
او بنتكلم عن الكوليرا. كل هذه الاشياء ممكن تاتي في خلال اسبوع او اكثر او اقل. لماذا؟ لان انت بتتكلم على عدد غير عادي، في 17 ولايه من 18 ولايه في السودان تضررت بهذا هذا الفيضان الذي لم يحدث في السودان منذ اكثر من 100 عام. انا اول زياره تفاعل لنا للسودان كان مع القحط والجفاف في عام 1983 84 في اثيوبيا. 89 كان في فيضان، من سنه او سنتين في فيضان. الفيضانات دي ضربت في الان يعني من شهور كينيا واثيوبيا والصومال وتنزانيا. احنا عايزين نعمل ايه اكتر من كده؟ طيب، في مشكله خطيره جدا جدا احنا ما نتكلمش عنها، التلوث البيئي والانحباس الحراري اللي بتسببه الدول العظمى زي امريكا وزي الصين، اللي هم التلوث نتيجه للانحباس الحراري والكربون 45% من التلوث في العالم نتيجه الـ من امريكا ومن الولايات المتحده الامريكيه، لكن ما علاقته وكذلك اللي هو الصين. ما علاقته هذا دكتور هاني؟ قاعدين نقف امام مثل هذه الشركات العملاقه ومثل هذه الدول نقول لهم انتم مخطئون. طيب، ولكن ما علاقته بفيضانات السودان الان؟ وده بيؤدي الى تغير مناخي. انا بتكلم عن التغير المناخي. التغير المناخي هو اللي بيؤدي الفيضانات وبيؤدي للتصحر وتغذي الجبال. لكن النيل يفيض 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 كما نعلم، حتى درسناها في ايام المدرسه، يفيض منذ ايام قليله، منذ عهد الفراعنه. ليس بهذا القدر، ليس بهذا القدر، ليس احنا عايشين. انا بقول لحضرتك انا عشت كتير جدا من الفيضانات، سواء كان في الزلازل، والزلازل في باكستان او في السونامي او في السودان قبل كده او في باكستان او في افغانستان. لكن الجائحه الكبرى اللي ما حدش بيتكلم عنها هو التغير المناخي، اللي الولايات المتحده امريكا خرجت من مؤتمر المناخ في 2018. احنا بنتكلم عن تدمير للبنى التحتيه وتدمير للبيئه وتدمير للمناخ. ليه؟ لان احنا الثورات الصناعيه والتلوث البيئي اللي بتحدثه كل هذه الدول الصناعيه الكبيره هو اللي بيؤدي لهذا التغير المناخي. انزل افريقيا وشوف كم دوله في افريقيا ضرباتها اللي هو التصحر والجفاف وكل هذه الاشياء. طيب، بالاضافه الى 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 الفيضانات اللي بتضربها كل شويه. طيب دكتور هاني، النيل في مصر والسودان واثيوبيا وقضيه حياه بالنسبه لهم، ومعروف ان تنظيم الفيضانات ووضع السدود على نهر النيل أمر حيوي. السؤال، وهذا ليس سؤال سياسي فقط، من خبرتك في موضوع الفيضانات، ألا ترى بأنه كان هناك تقصير ما في موضوع وضع السدود، تنظيم السدود التي كان يمكن أن تحبس هذه المياه التي سببت الفيضان؟ هو بالنسبة لكلامك، البنى التحتية في دول حوض النيل ضعيفة جدا جدا جدا، لأن احنا لا نستثمر في بناء بنى تحتية من عمل بحيرات أو قنوات أو سدود صغيرة أو كبيرة لكي تحدد مسار النيل في أثناء الفيضان وتعمل مخزون مياه استراتيجي للدولة نفسها. هنا في بنى تحتية، في بناء الجسور، في بناء في شكل القنوات إلى آخره. الموضوع ده عالجه سيدنا يوسف منذ أكثر من 3000 سنة لما كان هو عظيم مصر إلى آخره. لما نرجع مره ثانيه، احنا نجد كليك كثير جدا من الدول هي اولويه الصرف عندها والانفاق عندها على اللي هو الاداره الامنيه والاداره العسكريه والاداره الاستخباراتيه، وتجد الخدمات اللي هي في الصحه وفي التعليم وفي المياه وفي الطرق والحاجات دي تكاد تكون منعدمه في كثير من الدول، وخاصه الدول الافريقيه وخاصه الدول الدنيا. ايوه في تقصير، ايوه في ضعف في البنى التحتيه، ولابد ان احنا نستثمر في بناء البنى التحتيه. طيب، إذا لماذا قامت الدنيا ولم تقعد على إثيوبيا عندما بنت سد النهضة لهذه الأسباب ولغيرها، وثارت عليها مصر والسودان؟ ألا يظهر هذا الفيضان إلى حد ما بأنه كان هناك خلل في فهم دوافع إثيوبيا لبناء السد؟ هو إثيوبيا بتبني سد مفروض يكون فيه قبل ما أي دولة من دول حوض وادي حوض النيل يكونوا متفقين مع بعض، سواء كانت اثيوبيا او السودان او جنوب السودان او اوغندا او كينيا او كل هذه الدول بدها تتفق على سياسه وعلى رؤيه لكيف تستغل كل الدول بالتوافق كل مصادر المياه اللي بتجي لهم، سواء كانت لمصر او لاثيوبيا او للسودان. ليس لان انت دوله المنبع يبقى من حقك، لا، دوله المنبع بعد المصب اللي هي مصر،
دولة نعم المنبع اللي هي اثيوبيا او اوغندا في النيل الابيض، لازم نحقق لان انت دولة المنبع ان تعمل السدود كما شئت دون ان تتوافق مع كافة الدول الاخرى، فنستطيع كلنا نستفيد من مياه النيل سواء كان النيل الابيض اللي بينبع من بحيرة فيكتوريا في اوغندا او من النيل الازرق اللي بيجري من اثيوبيا. طيب يعني هذا الفيضان الذي تقول السلطات السودانية هو في النيل الأبيض لا علاقة له بسد النهضة، هو جاي من النيل الأزرق غالبية، لأن النيل الأزرق هو الأقوى. ودلوقتي أنا بكلمك في فيضان في أثيوبيا، في فيضان في الصومال. يا أستاذ جمال، مشكلة تغير خطير في المناخ، والدول العظمى تهمله، لأن المكسب من الثورات الصناعية وتلوث البيئة أعلى بكثير من أن يموت مليون أو اثنين أو شرط 5 مليون أو 10 مليون إلى آخره. طيب إذن الآن أمام هذه الكارثة المستعجلة التي يعني تتطلب تستوجب عملا إغاثيا سريعا، بخبرتك الإغاثية وبعملك يعني في هذا المنتدى الإغاثي الإنساني الكبير، هل هناك جهود أهلية خيرية يمكن أن تصل سريعا لإغاثة السودانيين؟ طبعا تحرك مؤسسات المجتمع المدني يكون اسرع بكثير من تحرك الدول. يعني انا شايف ان المنطقه العربيه، معذره الكلمه دي، اللي القريبه من دوله السودان اللي هي تعتبر يعني سله الغذاء للعالم العربي كله، لابد ان تفعل مؤسسات المجتمع المدني يكون استجابتها سريعه، لابد ان لا يضيق عليها، لابد ان لا يضيق على تحويل الاموال من البنوك الاوروبيه والبنوك الامريكيه لكي تصل مثل هذه الاموال الى السودان بسرعه، لابد ان الشباب يفهموا ان السودان بالنسبه للعالم العربي وبالنسبه لافريقيا تعتبر سله غذاء كبيره جدا، ولابد حتى المستثمرين العرب وغير العرب يستثمروا في البنيه التحتيه للسودان كذلك. فعم نتكلم عن دور مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة في كل دولة من المغرب العربي في أقصى الغرب لدول الخليج إلى الدول الإسلامية الأخرى لغاية ما نوصل لأندونيسيا وباكستان اسمها يا ربي بروناي، الدول الغنية إلى آخره. فكل هذه الدول لابد أن نقوي فيها مجتمع مدني. يا أخ يا أستاذ جمال، أنا بكلمك، لن يحمي أي وطن إلا المواطن المدني الذي يستطيع أن يكون مزارع ومعلم ومربي واقتصادي وإعلامي وفنان إلى آخره. يعني الجيوش والتشكيلات الأمنية أو السياسات الأمنية محتاجين لها، لكن مش هي اللي بتعمل أوطان. كل مواطن مدني يستطيع أن يحمي ويقوم بدور أقوى بكثير من الآلة العسكرية والآلة الأمنية، وده اللي احنا بنهمله في كتير جدا من الدول. الغياب الديمقراطية، انحصار مساحة الحريات للمجتمع المدني وللجمعيات اللي بتعمل عشان تتحرك بسرعة. كنا في زمان من 20 سنة و 30 سنة بنجد طائرات وبنجد شباب كتير جدا بيسافروا هنا وهنا وهنا لكل مكان في العالم، اختفوا تحت وطأة اللي هو الحرب على الإرهاب، تحت وطأة اللي هو التطرف، تحت وطأة اللي هو ان مفيش فلوس نستطيع ان نتعلم نوصلها للبلاد دي، لان في تكفيف لمنابع العمل الخير العربي والاسلامي. فلذلك انا ما اقدرش اقول المجتمع المدني اللي هو لابد ان يكون هو الشريك الاول، وهو اللي بنسميها بالانجليزي فيرست ريسبوندر، المستجيب الاول لهذه الكارثه، سواء كان المجتمع المدني داخل السودان او المجتمع المدني خارج السودان. نتمنى ان تصل هذه الرساله لكي يقفوا لهذه الكارثه ولما بعد الكارثه. أشكرك شكرا جزيلا رئيس المنتدى الإنساني العالمي دكتور هاني البنا، كنت معنا عبر سكايب من لندن.